أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعضهم إن الواجب على المؤمن أن يبغض من الكفار المحاربين فقط، فما حكم هذا الكلام؟ الله جل وعلا أوجب بغض الكفار جميعا، ولكنه فرق بينهم في المعاملة لا في الحب. الحب كلهم يبغضون لأنهم كفار، أما المعاملة فمن لم يسئ إلى المسلمين ولم يعاون عليهم عدوهم فهذا يكافى بالإحسان إليه، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا هو الذي يفرق به بين المحارب وغيره وبين المعاهد والمستأمن وغيره، هذا في المعاملة. أما البغض فنحن نبغض الكفار جميعا، حتى الوالدان إذا كانوا كفارا فإننا نبغضهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا القول باطل، هذا قول باطل واضح البطلان. نعم.